هذا البروش هذا هو اللي فيه الحياه راه خلاص. السلام عليكم اخواني اخواتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. وين قبل ما نبداو خليو لي شي لايك، واللي مازال ما اشترك في القناه اشترك في القناه ويفعل مع الجرس. بغينا نوصلوا ان شاء الله ل 100 الف مشترك في اقرب الوقت. وما تنساوش الخوت تخليو لي التعليق الزوينه ديالكم، كتب اي حاجه بغيتي، المهم هو تخلي لي تعليق وتفعلوا الخوت مع الفيديو. يلا نبداو. دابا غادي نقول لكم ان شاء الله شكون عندنا ضروري ربك يلاقينا غير مع مرضي الوالدين اللي حشمنا. السلام عليكم كي دايرين، اش اخباركم؟ هذا التيك توك ياك زوينات بنات، الله يحفظكم وينصركم. حنا جينا عند اختي سميره واختي سعاد، فرحانين اليوم، بغينا نحيدوا الغضب ونحيدوا الغم ونحيدوا ان شاء الله نديرو داكشي عاوتاني شي حاجه جديده ان شاء الله يا ربي. مرحبا بينا في فاس، حنا دار دارنا واللي خطيك وماشي ساهل الانسان يضرب عليك الطرقة نص ساعة. مرحبا بك كيزي اختي سميرة، الحمد لله ربي كيلاقينا مع مرضي الوالدين. الله يكبر بيك. ومرحبا بك اختي خديجة، الله يكبر بيك. انتم تحية راسكم، وري وري الناس حتى بلاصتها غير يقبلوا علينا خويا. توات طلت فينا دايرين نفسها. الرضا والشينوية مشى عند سميرة وعند اختها سعاد باش يطلع عليهم منيح. حتى شي هذيك سعاد كانت مريضة زعما، باش يطلع عليها ماشي ديال الواجب وصافي. مزيان جا الصوت كنتي عاوشة. سبحان الله الصراحة هادشي اللي بغات الوقت حق الله. بعد حاس خويا لا لا فشي لعيبة بحال هادي تختفي يا بنادم بحال هكا صافي، ما كاين لا بحر لا مولي بوكير. الله يعلم ولا يعرف حق الله. نتبقى المراكشية بارك الله عليكم وعطاكم الله الصحة. تحمقوني اختي، تحمقوني اختي، انجري اختي انجري. ميمي ما عرفت ما صراحه بنادم راه بعض المرات كيحتاج بحال هكا يمشي لشي خلاوي هو تاع على حر جينو تيبرد هو يشوف كاع داكشي اللي فيه كل اللي خرجو داكشي اللي درت فيه دابا. واو انا سيرو واو قلبي قلبي صافي صافي انا خشيت بغيت نبقى نغوت شي ساعه. واو والله العظيم الا مره بنادم خاصو يمشي يدير هذه اللعيبه اللي دارت ميمي، خاصو يمشي يخرج شي خلا ويغوت على حر جهدو. صافي غاكل غاكل حداني الناس، خلينا نجلسو كلاس. صافي غادي من صافي صافي احلى ولي بلا بتشوانا صافي احلى خلينا نجلسو كلاس على انا مزوقه مني بغا تحمقوا الطالوني هادي. ولكن الحياه تبتت ليا بان ما خاصوش يكون زعما المستوى ديالو قل من المستوى يعني اللي عايشه فيه انا حاليا، لان هذا الشيء هذا كيخليني انا نتعطل، لان غنبقى جاره معايا واحد الشخص ديال الله غادي نحطو واش غيبغي يتحط معايا في نفس النيفو اوبا.
و دونك ما انا ما بقيتش باغا نضيع الطاقه ديالي في شي حاجه سلبيه. خاصو اما يكون ماشي زعما يكون عنده الاموال الطائله، مي يكون او موا قاد براسو وبيان سور قد حتى يفششني. هو راه عنده الحق في الهضره اللي قالت، غير الانسان يكون قد المسؤوليه ويكون عنده بوك وحبه ولا ما يتزوجش كاع من الاحسن. اللي ما عندوش الفلوس بلا ما يتزوج بلا ما يعتب راسو، والله الا بالمعقوله الهضره هادي. حتى شي زواج راه خصو الفلوس، الا ما كانوا الفلوس راه ما كاين والو، راه الحياه كتزين بالفلوس. لاباس لا شويه في الحب حركيه بزاف، ماشي داك النوع مثلا اللي غتلقاني في الدار جالسه هكا 24 ساعه لا. غادي مثلا يقدر يكون جالس مسكين معلي ما بيت غير قاعد يطلع لي فوق راسو. ضروري خويا الفشوش، الفشوش فشوش زوين والله الا الفشوش عنده واحد الحلاوه زوينه في الزواج في الحب بصفه عامه. لا انا في الحياه شويه زعما واحد ماشي 100% مي انا رومانسيه عليه. كيفاش عاودتيني غادي باسله في الحب؟ اول مره كنسمع انا باسله في الحب، انا بقى في غير هذاك الكلب المسكين اللي هز عتبتي مسكين. لا 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 شوفات تشربني وضويا، لا 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 شوفات كتبان ليا الدنيا دي قبيحة مع رصادة، غنستغل الدنيا باش نوصل. لا بشهادة الناس اللي حضروا ليا كيقولوا ليا غادي تمشي بعيد و... وعجبهم التمثيل ديالي وانا جد فخورة براسي و... والحمد لله نمشي نوصل لداكشي اللي بغيت. الدور ديالي هو انا واحد الانسانة كنستغل صوت دنيا باطمة، ما كنبغيش ما بغيتش نحرق الفيلم باش الناس تبقى مشوقه ليه. المهم انني غنستغل دنيا باطمه باش انا نوصل. كل شيء ولا تيمثل، بقيت غير انا اللي مازال ما مثلتش. ما كاينش شي مخرج عيط ليا مثل شي دور معاه، ولكن يعطيني دور ديال الشرير اللي حيت انا كيجيو معايا الادوار الشريره. هي خاصة الظلام خاصة واحد السيد، واحد السيدة، وهاديك السيدة نباتية ما تبغيش الحلم والجهاز والفكرة. سيدة بس انا بخوانا وانت جوج بادة ودا والله ما خليها تخلو نشط مع راسو من الله خوض بلا شري بصلي بلا الغداء هاني جي من البنكة جا هو يلقى مصيبة الخبزة قال ما بخاطر يا بس يمسك العيا انا خدام جا وقلت له شنو تبيع الروز قال انا علاش نشد تبدا بالصباح الروز دابا قلت له علاش عمرها كاين اللحمة دوخا لا هي اللحمة تفك وتخدم من الغرض قلت له هذاك هو المشكل كوكو تتصبر وتصبر حرام في الاسلام قال انا باش نحب وزير الدار تيخرج كنت تودني وجيب الحفاف. تحية لولاد مدينتي والد كامل كيشقوا على أحوش. هذا كامل هو الوالد المطلوع كان معاه دنيا باطمه داك الفيلم الجديد كان معاهم في الكورس. بعد في الاصل دمك اصلا انت تمشوي لا ولدت ثقة تولد من ظهرك وانت راك كدير اولوي وانا ولدت ثقة تولد من ظهرك قسما بالله ونسيت تولد غتولد من ظهرك كيفاش سيدك الذكر نتايا حيت انت راه كراجع على اللي عندك تسمع وعندك محتوى وعندك محتوى في ظهرك وقول ما درتيش دار ظهرك انا درتها درتها بدراعي درتها بالكانون ها وانت الدار درتيها انا بكيفك طاح لك منهم اللحم تبقى غير هضر كيبان والدم كيسر المستوى طلع باش درتي الدار كتلبس دوك الحويجات الاشعار يمكم لبست الكومبليزو ولبست الجوبا وشطحت في الكباريه لا دخلت شي درهم دوي دوي الشيخه مونه دويا الرقيصة مونة لي دويا تحية فين ما كانتش سميت مونة تحية لها دوي كانت واحد الرقيصة كنعرفوها تيقولوا لها مونة دويا الشيخة مو بزازل طيحت له على الرقيصة دويا يا بو بزازل ها دويا الميتلي دويا اللي امك بعت وانت عندك عام ولا عندك ست شهور تبارك الله عليكم البنات البنات تبارك الله عليكم شكرا البنات شكرا عليكم يا البنات قوم بحق والله على المخروب ادويه المبحاح ادويه الشماته ادويه يا الكذاب ادويه اللي عطاوك الاغلاط وديك اللي عيطت لك قالت لك الرجاء راها عندها الزيتون عرفت انا ديك اللي عطات بك النوطه ديك النوطه حلي الباب راني حرق جدك والله حرق جدك وجد الزيتون
رجاء بحياتها مو نعيم، وولدت معاه لالا اميره، وغنزيد معاه سيدك الذكر الراجل، وسيدك مو نعيم، ولالك رجاء، ولالك مريم، وسيدك حميد راجلها، وكلهم نسابي تحيه ليهم، وما كيمشوش على ركابيهم، وما عندهمش كراج علال، وما عندهمش محطه طرقيه في دارهم، يا اللي درتي الدار بالمحطه الطرقيه، والناس راهم غيعرفوا المحطه الطرقيه، واش غنقول لك؟ مازال نعقل امك ونشاطك، وهذا هو الفيديو ديالنا خوتي، هاد السيد انا خرجت فيديو ما ضربت فيه، ما جيت مع اختي، قلت له خويا حبس هاد المهزله، الله يخوي امك الجناب، والله يعطيك الدليه المدلول، يا اللي كتبين الصالونات ديال ركابيك، يا اللي كثيره بزاف، الله يكثر بزاف بالله.